متى استيقظت في هذه الحياة لتجد نفسها شاعرة ورسامة؟ كتبت في صباها القصائد الدينية وأنشدتها، وملأت جدران الحسينية برسوماتها. كانت شاهدة على الاقتحام الثقافي اللي حصل على بيئتها الغنية والأصيلة. لاحظت في البداية بصمت، لكن صمتها ما كان بدافع الخوف، لأنها كانت تحاول تجمع أجزاء الصورة الكاملة. يقول أرسطو: الجاهل يؤكد، والعالم يشك، والعاقل يتروى. لذلك تأنت كوثر قبل ما تتخذ قرار المواجهة، ثم بدأت معركتها مع الدخلاء أشخاصاً وأفكاراً موروثاً وسلوكاً، لأنها نشأت في منزل كان الحب سيده والعطاء والإخلاص نائبه. حكم أن أنا يعني كوني أصبحت متزوجة وأم في نفس السنة، لأني أنجبت طفلي الأول في سن مبكرة وفي بداية زواجي، فهذه النقلة في حياتي كانت منعطف كبير جدا في حياتي، أن أنا أنتقل من الطفلة خليني أقول المشاغبة اللعوبة اللي متطلعة اللي تبغى تفهم المتعلقة في العلم وتبغى تدرس، إلى أني أنا لازم أسوي الحليب ولازم أطبخ الغداء ولازم. في البداية كان الموضوع بصراحة كان صعب جدا علي، صعب جدا، خصوصا أن أنا كانت بعد عندي مواهب اللي أبغى أنتبه لها وأبغى أنميها وأبغى كذا، وقدرت أوفق ما بين تربية الأبناء وما بين الدراسة وما بين أعمال المنزل. طبعا مساعدة أمي كانت مثلا تمسك فترة اللي أكون في المدرسة، كانت تمسك الأولاد وكذا. في ثاني ثانوي كان معدلي جدا مرتفع، في ثالث ثانوي قبل اختبارات الترم الأول بدت تبان على أمي أعراض مرض، فأخوي اقترح إنه خلاص يعني أمي ما عاد تقدر تقوم وتقعد، لدرجة صارت قاعدة الفراش وكانوا ناس يزورونها وكل واحد يقترح لها دواء، فقال لا أنا لازم أوديها يعني مستشفى كويس وكذا نشوف الموضوع. في هذا الأثناء أنا انتقلت للرياض، الآن عندي سنة أخيرة ثالث ثانوي، وعندي أمي ما أدري إيش فيها، كانت مريضة، وعندي أبناء يدرسون، وعندي بلد جديدة تماماً علي. فكان ثالث ثانوي أيضاً معترك كبير مرة في حياتي، كنت يعني كان قلبي مع أمي هناك، يعني هي كانت مريضة وما كنت أعرف إيش فيها. أتذكر هذاك اليوم طبعاً اللي اتصل علي أخوي وقال لي إن أمي مصابة بالسرطان، وقال إنه إنها يعني مرض شرس جداً لدرجة إن انتشر في أحشائها، وصل إلى العظم والضلع، وإن هي خلاص في أيامها الأخيرة. ما زلت أذكر اليوم اللي اتصل فيه علي أحد إخواني وهو كان يصرخ يعني، وكان هو أكثر تعلقنا جميعاً بأمي، فكان يصرخ يقول أمي ماتت. يعني ما أقدر أنسى كيف كانت الدنيا تدور فيني، فعلاً كانت تدور فيني فعلياً فيزيائياً، يعني لدرجة إن أنا أغمى علي في لحظتها يعني، ورحت المستشفى وإني طحت على السيراميك كذا فسبب لي جرح هنا في وجهي، وأتذكر إن خيطوا الجرح وكذا، وكنت أقول للسسترات وأنا أهذي يعني أمي ماتت سرطان كذا، فكنت مرة في حالة صدمة يعني، كيف كان أول حالة فقد في البيت، كيف أمي تموت يعني. المهم فأنا في هالحالة وكذا رحت الدمام وما لحقت صراحة على المستشفى ولا أدري إيش صار، أنا جيت دخلت مباشرة على المغتسل يعني، لما طلعوا الناس وكانت هي في خلاص يعني إنه هي في الكفن وكذا، فتذكر إني حطيت راسي في حضنها، وكنت أقول في بالي ذا الحضن اللي دائما في أطفال، وما عمري حطيت راسي في حضنها وهي كانت على المغتسل وكذا، حطيت راسي في حضنها كذا.
لمرة واحدة في حياتي. أتذكر أني قلت لأمي خلاص ارتحتي من الألم، بس لأنها كانت كثير كثير تتألم وكانت صامتة بألم، بس أتذكر أني قلت لها يعني الآن ارتحتي من الألم. ومشت الأحداث، خلاص يعني الحقيقة اللي صارت أن أمي خلاص رحلت يعني، وكملت دراسة ثانوية بمعدل أقل من اللي أنا أطمح له.